رفع الكرة داخل المعترك وحبد أولاد. هدف جميل للوداد. تابعوا من جديد، لاحظوا أشرف الشرقي حضر الكرة اللي عرفت في نصير، ترفعات الكرة بهذا الشكل، لاحظوا خد الوقت ديالو كيلعب الكرة بكرة نصف هوائية، كيتمكن من توقيع الهدف الأول في شباك الحارس محمد اليوسف. يمكن نعتبره من أجمل الأهداف اللي تسجلت بالدوري الاحترافي. محمد يوسف أولاد يتألق في المباراة السابقة أمام فريق أولمبيكو ريمكا، واللي تمكن من تسجيل جوج ديال الأهداف. هذا من الانتدابات المهمة ديال فريق الوداد، واللي بدا كياخذ الطريق ديالو خصوصا مع يعني دخوله كرسمي لاعب سابق. محمد الشبيك لعب كرة دائرية رأسية. محمد الشيبي لعب الكرة دائرية، ارتقاء ممتاز ديال اللاعب زكريا الاجتماعي، كيوضع الكرة في شباك الحارس زويل عربي، وبالتالي يعدل الكفة 1-1 بين الفريقين. زكريا الاسماعيلي كيتمكن اذا من توقيع الهدف، والهدف جاء من اكيد الرأسية ديال الكرة، تدخل ديال المرتضى فال، خروج الحارس محمد اليوسفي، دائما الخطورة. محمد أولاد تسديدة. محمد أولاد ولادة مهاجم في كما سنتابع هنا، ترفعات الكرة الرأسية ديال المرتضى فال، خروج الحارس محمد اليوسفي كيوضع الكرة أمام أولاد كيسدد بهذا الشكل، وبالتالي الكرة ديالو تعانق الشباك. لاحظوا التسديدة الجميلة